بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم محاضرة اليوم The Anatomy of Parotid Gland. بس نجي بسرعة مع السليفري جلاند الموجودة بالهيد والنيك اللي هي الباروتيد جلاند is the largest salivary gland. أكبر غدة العادية موجودة بالفيس والنيك هي الباروتيد جلاند. الأوتر سيرفيس أوف ذا ماندبل موجودة هي على الأوتر سيرفيس أوف ذا ماندبل. هاي هي الباروتيد جلاند اللي هي موجودة على الأوتر سيرفيس أوف ذا ماندبل in front of the ear. هاي in front of ear للأمام من الأذن الخارجية. The duct organ in the vestibule of the mouth. الدكت مالتها هاي الباروتيد duct organ in the vestibule of the mouth. الفستيبيول of the mouth opposite the second upper molar tooth. يعني مقابل ال second upper molar tooth. فهذه الباروتيد جلاند. السليفري جلاند الأخرى اللي مو موضوع المحاضرة بس راح نطرق لها هنا deep to the mandible اللي هي sub mandibular تحت المانديبل تصير deep to the mandible بها superficial part و deep part. الدكت مالته open in the floor of the mouth. الفتحات مالتها في the floor of the mouth on the either side of perineum of the tongue. الجزء اللي يربط اللسان بالفلور اوف ذا ماوث على الصفحه مالته تقدرون تشوفونها بالماوث مالتكم يسمونها تو اوبننج اون اندر سايد اون ذا ايذر سايد اوف فرينيوم اوف ذا تانك. فرينيوم اوف ذا تانك اللسان اللي يربط الصفاق اللي يربط بين التانك والفلور اوف ذا ماوث. السبلنجوال جلاند سليفر جلاند الاخرى اللي هي سمولست اوف سليفري جلاند. أكبر وحدة هي الباروتيد بعدين سبمانديبيلر تجي هاي السبلانجوال below the tongue تصير تحت اللسان مباشرة. It open by multiple duct in the floor of the mouth. هاي الفلور of the mouth هاي السبلانجوال gland يشوف multiple point هنا of opening على الجانب مالت التانك اللي هي تسوي الريز مالت الميوكوزال فول بالجانب مالت التانك اللي يسمونها سبلانجوال سليفري جلاند يسوي فول تسوي ريز اوف ذا ميوكوس ممبرين از ا فولت بلو ذا تانك وبها الاوبننج مالتيبل دكت ان ذا فلور اوف ذا ماوث. هسه نجي على السليفري جلاند. السليفري جلاند الباروتيد جلاند اللي هي الديفينيشن مالتها ات از ذا لارجست سليفري جلاند. هاي الباروتيد جلاند راح نجي على التوبك مالت الليكتشر مات اليوم اللي هي السليفري الباروتيد جلاند اللي يسموه it is the largest salivary gland. أكبر غدة لعابية موجودة من ضمن السليفري جلاند موجودة بالفيس والنيك. النومينكليتشر يعني التسمية مالتها بارا معناتها around اللاتينية كلمة لاتينية بارا معناتها around واوتيك يعني ear يعني الغده اللي هي بارا اراوند ذا اير يعني اراوند ذا اير يسمونها فاختصروها يسمونها الباروتيد. بارا يعني اراوند والاوتيك يعني اير فتسمى الغده فسموها اختصروا الاسم مالتها سموها باروتيد جلاند. هذا السكشن هاي السكول واكو هذا اللاين هو السكشن اللي راح يسوونه بالسكول من هنا يفوت بالماستويد بروسيس والباروتيد جلاند والريموس اوف ذا ماندبل والماسيتر مسل ثلاث اجزاء يفوت بها هذا الماستويد وراء الستايلويد ومن هنا الباروتيد جلاند بهذا الباروتيد جلاند وهذا الماسيتر مسل هذا السكشن فهو هذا الترانسفير سكشن راح يبين لنا الباروتيد جلاند هذا الماستويد بون وهذا الستايلويد بروسيس وهذا الاكسترنال كاروتيد ارتري وهذا الريترو مانديبولار وهذا البارتات البارت اوف ذا جلاند وهذا السكشن ترانس سكشن اوف ذا ريموس اوف ذا ماندبل هاي الميديال تريجويد وهاي الماسيتر مسل فصاير الماندبل ريموس اوف ذا ماندبل مثل الساندويتش بين ذا ميديال تريجويد مسل on the masseter muscle. هذا المص superficial part هو اللي هو الفيشيال نيرف. هسه نيجي على البوزيشن موقع الباروتيد جلاند.
anteriorly, anterior and below the lower half of the ear. فصير وين توقع يعني هاي المكان مالتها تصير anterior and below the lower half of the ear. lower half the upper فأنت أي واحد يلزم تصير إلى superficial هاي superficial تصير للريمس of the mandible هاي للريمس of the mandible فهي الجلاند هاي صايرة superficial وتصير له posterior posterior and deep to the ramus تفتر خلف الريمس فهسه البوزيشن مالتها هي superficial هذا superficial للخارج تصير وposterior تصير بالposterior aspect هذا posterior aspect مالت المandible هذا المانديبل الريمس اوف ذا مانديبل يصير بوستيرير اند ديب تو ذا ريمس اوف ذا مانديبل يصير ديب تو ذا ريمس يصير هذا جزء من عندها من الباروتيد جلاند يصير ديب يلتف حول الريمس اوف ذا مانديبل هسه هاي حفظنا البوزيشن مالتها وهسه نجي على ناو كم تو ذا اكستنشن اوف ذا باروتيد جلاند الباروتيد جلاند اكستنشن هسه ناخذ احنا هذه النقاط اللي هي زايجوماتيك ارش هنا نقطه وهذا نقطه هنا موجوده بوينت موجوده على المصل اللي هي الانتيرير بارت مالت كلينوماستويد مصل هي مصل تمتد من الماستويد بروسيس الى الكلافيكل الكلافيكل يسمى بها تو هيد الستيرنو كليدو ماستويد ستيرنو كليدو ماستويد من الماستويد وال الكليدو ماستويد من الكلافيكل والماستويد هاي السايت مالت الاوريجن وهاي الانزيرشن بالكلافيكل بالستيرنوم يسمونها ستيرنو كليدو ماستويد مصل ونجي نقطه هنا على الريمس اوف ذا ماندبل هاي الانجل اوف ذا ماندبل فالاكستنشن سوبيريرلي من الزايجوماتيك ارش هذا سوبيريرلي زايجوماتيك ارش انفيريرلي اللي هي lower border of the mandible lower border of the mandible يعني بصف الانجل 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 of the mandible posteriorly من ال posterior aspect cover هذا ال posterior aspect هذا ال posterior aspect cover the anterior part of sternomastoid muscle هذا ال anterior part of sternocleidomastoid muscle يسمونه sternocleidomastoid sterno ما كاتبين هنا sternocleidomastoid muscle فهذا مثل الاكستنشن مالتها فالاكستنشن سوبيريرلي من الزايجوماتيك هاي النقطة الحمراء زايجوماتيك ارش انفيريرلي لور بوردر اوف ذا ماندبل اللي هو اللور بوردر اوف ذا ماندبل انجل اوف ذا ماندبل البوستيريال من الخلف كفر ذا انتيرير بارت اوف سترنوكليدو ماستويد مصل هاي سترنوكليدو ماستويد مصل تجي من الماستويد بون وتجي باللترال اسبكت مالت النيك باللترال سايد اوف ذا نيك تتصل على الكلافيكل الكلافيكل هذا هو العظم الكلافيكل او العظم يعني يفصل هذا العظم بين الاسترنوم والهيومرس والسكابيولا يتصل من الباروتيد جلاند تصير بالهالف اواي اوف ماسيتر مصر تسمعوني؟ هسه رجع دكتور نعم تسمعوني؟ نعم نعم دكتور ايه ان شاء الله فهسه هاي الصوره نجي نشرح الصوره هاي مالتكم هاي اللي قدامنا الصوره هاي الصورة توضح أكثر الـ 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 shape of the parotid gland above reach the هذا هنا هذا الـ upper border مالتها reach the zygomatic arch from below reach the mandible
هذا from below، هنا أنا below توصل للمانديبل، هذا المانديبل، الأبوف هو الزيجوماتيك arch، from behind touch the anterior part of sternocleidomastoid muscle، هاي from behind، هاي النقطة الحمراء اللي هي touch the anterior part of sternocleidomastoid muscle، and from anterior، هذا anterior aspect، from anterior aspect reach the mid part of masseter muscle، هاي mid part of masseter muscle، يعني مشيول الماسيتر، هاي الماسيتر مصل ميد بارت اوف ذا ماسيتر مصل، او هاز ا بيس فروم ابوف اند ابيكس، هاي الابيس البيس مالتها ابوف والابيكس باللور سايد، الابيس يصير ابوف على الزيجوماتيك ارت والابيكس يصير بالانجل اوف ذا ماندبل قريب من اللور بارت اوف ذا ماندبل، وعندها سم تايم اكسسوري سلي باروتيد جلاند، هاي الاكسسوري باروتيد جلاند هو يعني جاء يفوت هذا الاكت اوف ذا باروتيد جلاند ترانسفيرسلي اند بيرسينج ذا بوكسينيتر مصر، وتدخل بالفيستيبيول اوف ذا ماوث مقابل السكند مولر تيث بالابر بارت ابر سكند مولر تيث. هاي هي الشيب مالتها هي تراينجلر ان شيب، البيز مالتها يصير اتش ذا زيجوماتيك ارتش والبوستيريور اتش ذا سترنوكليدوماستويد، انتيريورلي يصير اتش ذا الهالف واي بتوين اوف ماسيتر مسل بتوين زيجوماتيك اند ماندبل، والابكس مالتها تصير على الماندبل. هاي الدكت سم تايم ذير از اكسسوري باروتيد جلاند، هاي الصغيرة الأكسيد، هاي الباروتيد دكت. الكوفرينج، هسه نيجي على الكوفرينج. الكوفرينج يعني الأغلفة مالتها، بيها فولس كبسول، الفولس كبسول وترو كبسول. الفولس كبسول طبعا هذا اللي بالام سي كيو تجي، الفولس كبسول فورم باي انفستنج لاير اوف ديب سيرفايكال فيشيا، هاي هي الانفستنج لاير، هاي الانفستنج لاير اوف ديب سيرفايكال فيشيا تغطي، هسه بعدين ناخذها بالكومبارتمنت اوف ذا فيس، هاي يسمونها انفستنج لاير اوف ديب سيرفايكال فيشيا، قاعد اشر عليها انفستنج لاير اوف ديب سيرفايكال فيشيا، تنقسم وتغلف الجلاند الى ديب لامينا اوف باروتيد، هذا ديب لامينا الطبقه الداخليه، هاي مثلا فيو ان فرونت فيو، هاي الباروتيد جلاند كنا منبوع لها من المقطع نشوفه من الامام، من يعني مقطع كورونال سكشن، هاي الباروتيد ان فرونت، وهذا السوبرفيشال لامينا اوف باروتيد، هذا اللاترال سيرفيس وهذا الميديال سيرفيس، هذا السوبرفيشال لامينا اوف باروتيد فيشيا، هاي الباروتيد فيشيا، هذا الزيجوماتيك ارش، هذا من الخارج، وهذا الماستويد بون وهذا الستايلويد بروسيس، فتيجي هاي الانفستنج لاير اوف ذا سيرفايكال فاشيا تحيط بالباروتيد جلاند، هاي ستايلو مانديبلر ليجمنت تفوت بالهذا ترانسكشن مالتها تفوت بالانفستنج لاير اوف ذا فورث كبسول اللي هي فورم باي ذا ديب سيرفايكال فاشيا. الترو كبسول، الترو كبسول من ضمن الكونتنت مالت الباروتيد جلاند اللي هي كوندنسيشن اوف ذا فايبروس ستروما، الفايبروس ستروما اللي موجوده بداخلها الباروتيد جلاند، باروتيد سليفري جلاند، يسمونها هاي الترو كبسول، بالخارجيه الفولس كبسول، الترو كبسول كوندنسيشن اوف فايبروس ستروما اوف ذا جلاند. فهسه الكوفرينج مالت الجلاند هي الفولس كبسول فورم باي انفستنج لاير اوف ديب سيرفايكال فيشيا، و ترو كبسول هي كوندنسيشن اوف ذا فايبروس تروما اوف ذا جلاند. نجي على الشيب، هذا 3D شيب، 3D شيب اوف ذا باروتيد جلاند، هو مثلث البيس مالته اللي فوق والابكس مالته اللي جوا، الشيب مالته تزويت شيب هافينج بيس سوبيريرلي، هاي البيس مالته سوبيريرلي اند ذا ابكس انفيريرلي، الى الاسفل الابكس مالته ات هاز the following three surfaces: lateral surfaces، هذا lateral surfaces، anterior medially، هذا للأمام anterior medial surfaces، هذا anterior medial surfaces، and the posterior medial surfaces، هذا anterior medial وهذا posterior medial surfaces. هذا هو lateral part مالته، هذا lateral part مالته، وهذا اللي هو anterior medial part، وهذا البوستيريو ميدل بارت.
posterior medial part. هذا ال posterior medial part. هذا ال mastoid bone وهذا ال facial nerve lamina superficial وهذا retromandibular ال intermediate in position وهذا the most deep one هو ال external carotid artery وهذا وراء ال styloid process and its associated muscle attached to it وهذا ال mastoid bone. وهذا الميديال تيريجويد ميديال تيريجويد مصل اللي هي المصل اوف ماستيكيشن وهذا الماندبل ترانسكشن مال ماندبل وهذا الماسيتر مصل. هسه الثري بوردر انتيرير بوستيرير اند ميديال بوردر. هذا الميديال بوردر هذا الميديال بوردر هذا الدوتد لاين انتربتد لاين يسمونه الميديال بوردر. هذا الميديال بوردر مالتها الميديال بوردر من هنا متبين واضحه واكو سكشن بعد ترانسفير سكشن تطلع به واضحه الميديال بوردر. هذا الميديال بوردر اوف 3 دي تراينجلر شيب او الويت شيب اللي هي الباروتيد جلاند. هذا اللاترال سيرفيس وهذا الانتيريو ميديال سيرفيس وهذا البوستيريو ميديال. هذا الفيس مالته يصير يواجه ال 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 الماستويد بروسيس وال الستايلد بروسيس والماستويد بروسيس. هذا الميديال بوردر. هذا اللاترال بوردر مالته هذا الحد اللي جاي اللاترال بوردر من هاي الحافه لمحفه هذا الفيس مالته اللاترال بوردر وهذا الميديال بوردر. هذا الميديال بوردر هذا الميديال بوردر وهذا البوستيريو ميديال سيرفيس وهذا الانتيريور سيرفيس. هذا الانتيريو ميديال سيرفيس. هسه راح نجي بالترانسفير سكشن تبين اوضح. Important relationship of the surfaces. ال important relationship of the surfaces. Lateral surfaces. ايش موجود باللاترال سيرفيس؟ هي ال باروتيد جلاند جوا السكن صايره. باللاترال سيرفيس. The skin يجي السوبرفيشال فيشيا وبعدين يجي الباروتيد فيشيا اللي قلنا عليه الباروتيد فيشيا اللي هي بارت مات النيك في الفيس فيشيا وجريتر ايوكلر نيرف اللي جريتر ايوكلر نيرف اللي سنجي على شرحه بعدين والسوبرفيشال باروتيد لينف نود. سوبرفيشال باروتيد لينف نود هذا الجريتر ايوكلر نيرف هو برانش مال سيرفايكل بلكسز اللي يجهز الانجل اوف ذا ماندبل. هو الوحيد هذا يجهز الجريتر ايوريكلر نيرف هو جزء من السيرفايكل بلكسس اللي يجهز الانجل الوحيد الانجل اوف ذا ماندبل سبلاي باي ذيس جريتر ايوريكلر نيرف. هذا العلامات مال الاتجاهات هذا الميديال بوردر هذا الميديال يعني هذا ميديالي من هذا الاتجاه وهذا الانتيريور وهذا البوستيريور هذا الاتجاه بوستيريور وهذا اللاترال بوردر. فهذا الاتجاه الاسمي بين مال ذيس ترانسيرس سكشن هذا الانتيرير this is the anterior هذا الريمس اوف ذا ماندبل وهاي الميديال واللاترال والماسيتر مسل هاي الميديال تريجويد الماسيتر مسل هذا يسمونه الانتيرير بوردر وهذا البوستيرير بوردر مالته وهذا اللاترال بوردر للخارج اللاترال بوردر هذا البوستيرير بوردر. الانتيرير ميديال سيرفيسز الانتيرير ميديال سيرفيسز ذا ريمس اوف ذا ماندبل and two muscles هذين الانتيريور هذا قلنا هذا الانتيريور هذا الانتيريور ميديال سيرفيسز مثل ما كانت واضحه بالصوره هذه. هذا الانتيريور ميديال سيرفيسز الانتيريور ميديال سيرفيسز الريمس اوف ذا ماندبل تو مسل ماسيتر اند ميديال تريجويد. ايش موجود به؟ تو ريمس اول مره ريمس اوف ذا ماندبل وبعدين تو مسل موجوده بها المسل اوف ماستيكيشن اللي هي الماسيتر and medial pterygoid اللي مساويات الماندبل مثل السندويشة صاير بالنص مالت الميديال مالت الماسيتر مصر والميديال pterygoid مصر. هذا يسمونه الانتيريو ميديال سيرفيسز. هذا هو الانتيريو ميديال سيرفيسز هذا الانتيريو بالانتيريو صاير ميديال سيرفيسز انتيريو ميديال سيرفيسز. البوستيريو ميديال سيرفيس هذا البوستيريو ميديال هذا البوستيريو ميديال سيرفيس هذا يصير بالجزء الخلفي مالت الجلاند اللي هو مقابل اتاتش ذا ماستويد بون والاتاتش للسترنوكليدو ماستويد.
الماستويد بروسيس على البوستيريو ميديال سيرفيسز يصير على الماستويد بروسيس ويصير تو مسل سترنو مسل سترنو كليدو ماستويد مسل اند بوستيريور بي اوف دايجاستريك اثنيناتهم يصير لهم اتاتشمنت على البوستيريو ميديال سيرفيس مالت الباروتيد جلاند و also attach the styloid process and its associated muscle. The associated muscle هي stylohyoid و stylopharyngeous muscle هذين يسمون attach اللي المكان مالت الاوريجن مالتهم من الستايلويد بروسس. بس نيجي على الامبورتد ريليشن اوف ذا سيرفيسز اللاترال سيرفيسز اللي موجود بالسكين والسوبرفيشال فيشيا والباروتيد فيشيا والجريتر ايوريكلر نيرف والسوبرفيشال باروتيد ليف نود. هذين الاجزاء باللاترال سيرفيس. الانتيريو ميديال سيرفيس هذا الانتيريو ميديال سيرفيس هذا الانتيريو ميديال سيرفيس هذا عفوا هذا الانتيريو ميديال سيرفيس هذا الخط الاحمر هذا الخط الاحمر هو يتكون الريموس اوف ذا ماندبل بصف الريموس اوف ذا ماندبل وتو هذا الانتيريور هذا هو الريموس اوف ذا ماندبل هذا هو هذا الخط هنا ما ادري الخط هنا موجود هو الريموس اوف ذا ماندبل اند تو مسل هي الماسيتر اند ميديال تريجويد انت ماسيتر اند ميديال تريجويد هسه البوستيريور لاترال هذا البوستيريور لاترال هذا الدوتد لاين هنا ما موجود ليش صار واضح يعني واضح مرسوم اللي هي تو يعني اتش تو ذا ماستويد بروسيس اند تو مسل اللي هي سيرنو كليدو ماستويد مسل اند بوستيريور بري اوف ذا جاستريك والستايلويد بروسيس اند اتس مسل الستايلويد بروسيس اند اتس مسل هاي صور واضحة واضح من القديمة هذا ترانسفير سكشن اوف ذا هذا ترانسفير سكشن مالت ال 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 الباروتيد جلاند يعني ترانسفير سكشن هذا الانتيريور بارت وهذا البوستيريور بارت وهذا اللاترال بارت اتجاهه وهذا الميديال بارت هسه هذا اللاترال بارت اللي هو يتكون من السكين والسوبرفيشال فيشيا اول ما تشوف السكين يجي ورا سوبرفيشال فيشيا وبعدين تجي الباروتيد فيشيا هاي البلاتيزما مصل بعدين تعطونها بالنيك والبالنيك واللاتروسايد مثل النيك هاي الباروتيد ليمف نود اللي هي قلنا الباروتيد ليمف نود والريترو مانديبولار فين يصير ديب انترميديت بوزيشن ويصير الديب اكثر هو الكاروتيد اكسترنال كاروتيد ارثري وهذا الموست سوبرفيشال هو الفيشال نيرف هذا الستايلويد بروسيس اند اتس اسوشيتد مسل وهذا الانترنال كاروتيد اللي يدخل للسكول ثرو الكاروتيد كانال وهذا الانترنال جيجلر فين يطلع من الجيجلر فورامين وهذا البوستيرير بيلي اوف ذا دايجاستريك متصل مغلف الماستويد بون هو والستيرنو كليدو ماستويد مصر هذا الماستويد بروسيس اوف ستيرنو كليدو ماستويد بون مصر فهي هاي الجلاند هي تراينجلر هذا الانتيريور بوردر وهذا البوستيرير بوردر الانتيرير بوردر اتشد الهالف واي بتوين زيجوماتيك ارش اند لور بوردر اوف ذا ماندبل مالت الماسيتر يسمونه هاي الانتيرير بوردر وهذا البوستيرير بوردر اتش ذا ماستويد بروسيس اند اتس اسوشيشن مسل وهذا الميديال بوردر هذا الميديال بوردر مالت الميديال بوردر مالت الجلاند هذا الميديال الخط الدوتد لاين اللي سويناه بال 3 دي بيكتشر مالت الباروتيد جلاند اللي هو اتش تو ذا اكسترنال سيرفيس اوف ذا يوصل الى الاكسترنال سيرفيس اوف ذا فارنكس هذا الفارنجيال وول هم عندنا محاضره على الفارنكس هذا الانتيرير بوردر الناحيه الاماميه هاي الجزء الامامي وهذا البوستيرير بوردر وهذا الميدل بوردر هذا الميدل بوردر هو مثل يشبه الترينجل الباروتيد جلاند هسه نيجي على الاجزاء هسه راح نشرحها هذا اللي موجود اللاترال بارت مالتها اللي هو السكن والسوبرفيشال فيشيا والبلاتيزما مصل والباروتيد فيشيا والباروتيد ليمف نود هذا اللاترال سيرفيسز مالتها هذا ترانسفير سكشن ثرو ذا باروتيد جلاند وهذا الماسيتر مصل واندريموس اوف ذا ماندبل اند ميديال تريجويد مصل اللي يصيرن بالانتيرير كومبارتمنت هذا باللاترال كومبارتمنت باللاترال اسبكت هذا بالانتيرير اسبكت اللي مثل ما وجه هنا موجه العلامات موجوده بالاسهم
هذا البوستيرير بيلي اوف دايجاستريك والستينوكليدوماستويد يصيرون بالبوستيرير بوردر. هذا الانتيرير بوردر وهذا البوستيرير بوردر وهذا الميدل بوردر البوردر اتاتش ذا فاركس. The structure within the parotid gland. The structure المهمة الموجودة بالباروتيد gland بها structure مهمة. أول واحد structure مهم هو ال external carotid artery. أول structure مهم هو ال external carotid artery. The external carotid artery. It is the deepest structure. هو the deepest structure. هذا هو هذا ال external carotid هو ال يعني the deepest structure موجود بال embedded بالباروتيد gland. مثل ما هذا ترانسير سكشن هذا بالام سي كيو الديب ذا ديب ستراكشر هو الاكسترنال كاروتيد والانترميديت اللي هو هذا الريتروماندبيلر فين وبعدين يجي المس سوبرفيشال وان اللي هو الفيشال نيرف. ذا ديب ستراكشر تيرمينيتد باي جيفينج ذا سوبرفيشال تمبرال مثل ما شرحنا سابقا بالارتريس اوف ذا فيس terminated by giving the superficial temporal and the maxillary branch اللي maxillary branch اللي هو يقسم الى ثلاثة اجزاء يدخل بالانفرا تمبرال والتيريجوبلاتاين فوس اللي يتقسم يسوي سبلاي lateral side of skull arterial supply of the lateral side of skull وبعدين يدخل للنيزل كافيتي سفينوبلاتاين داكت اللي يجهز النيزل كافيتي as a terminal branch, a third terminal branch of the maxillary vein, maxillary artery. Another structure which within parotid gland هو retromandibular vein. Retromandibular يصير خلف النيك مات المانديبول يدخل من ضمن الستركتشر الموجوده داخل الديب in the parotid gland اللي يصير intermediate in position. اول مره ال internal carotid وبعدين يجي ال intermediate incision هو ال retromandibular vein. It is formed within the gland. يتكون داخل ال gland يعني هذا by union of maxillary from above. يجي from above descend downward by union of maxillary and superficial temporal vein يسوي هذا ال retromandibular vein وبعدين يصب بال external jugular vein. هذا هو superficial temporal وهذا maxillary vein يجي يدخل ضمن الجلاند يسوي لنا الريترو مانديبولار فين وبعدين يدخل ضمن ال شو اسمه internal jugular vein. الستركتشر المهم الموجود ضمن الستروما مالت الباروتيد جلاند هو superficial nerve. هو الفيشال نيرف طبعا انتم تعرفونه هو الكرانيال نيرف نمبر 7 كرانيال نيرف نمبر 7 كرانيال نيرف نمبر 7 ذا موست سوبرفيشال ستراكشر يكون اكثر سوبرفيشال هو سوبرفيشال بالباروتيد ستروما ات جيف اتس تيرمينال برانشز وذين ذا جلاند هو داخل الجلاند يعطي الفايف تيرمينال برانشز مالته هسه نجي عليها بالشرح ليتر اون ديورينج ذيس ليكتشر. Over the most superficial structure, it gives its terminal branches within the gland. هسه نجي نشرح بالتفصيل هذني هذا هو الاكسترنال كاروتيد ارتري الاكسترنال كاروتيد ارتري اللي هو الاكستنشن مالت الكومن كاروتيد ارتري يتحول الى اكسترنال وانترنال كاروتيد ارتري الكومن كاروتيد ارتري بالنيك يتحول اكسترنال كاروتيد وانترنال كاروتيد ارتري هذا هو الانترنال كاروتيد ارتي ات انتر ذا جلاند ديب تو اتس لور اند هاي لور اند وانت الجلاند يدخل الها هذا ات انتر ذا جلاند ديب تو اتس لور اند من هاي لور اند مالتها يدخل الى اللور اند مالت الجلاند اسينت سوبيريرلي اسينت سوبيريرلي يصعد الى الاعلى تو تيرمينيت باي جيفينج ينتهي باي جيفينج ذا فلوينج اللي هو الماكسيلاري ارتري بس هوريزونتالي ديب تو ان ذا ماندبل deep to the mandible in the maxillary هو يدخل deep to the deep to the mandible horizontally ويتقسم الى ثلاثة اجزاء وهو موجود باللاترال سايد اوف هيد and neck اللي يجهز هاي المناطق الانفرا تمبرال والتمبرال والتيريجوبلاتاين فوسا ويدخل للنوز
للنوز حتى يجهز النوز والنيزل كافيتي. Maxillary artery was horizontally deep to the mandible و superficial temporal artery يطلع من ال يطلع من الأبر من البيزمات الباروتيد جلاند pass superiorly and emerge from the upper end of the parotid gland. هذا يسمونه superficial temporal ويروح يجهز التمبل ينقسم anterior و posterior superficial temporal هذا transverse facial artery. Retromandibular vein هذا هو retromandibular vein is formed within the gland هم يلتون داخل الجلاند by union of superficial temporal and maxillary vein هذا superficial temporal والmaxillary يكونون retromandibular vein واللي يصير هو بالستروما within the stroma of the parotid gland يصير anterior لل internal carotid artery يسمونه intermediate in position بالنسبة بالستروما مات الباروتيد جلاند. It's formed within the gland by union of superficial temporal and maxillary veins. هسه نجي على الستركتشر المهم اللي هو الكرينيال نيرف نمبر 7 الفيشال نيرف اللي موجود بالستروما مات. It leaves the skull through stylomastoid foramen. طبعا stylomastoid foramen يصير بين ال styloid process والmastoid bone. هو رأسا أول يدخل below the ear يطلع هذا يصير below the ear رأسا يطلع من ال skull through stylomastoid foramen ال facial nerve يدخل in front يعني بال below the ear يدخل بالstroma مثل ال parotid gland يكون superficial one superficial structure. It leaves the skull through the stylomastoid foramen. It enters the gland and divided within its substances. ينقسم خلال stromum ال parotid gland into its five terminal branches. The temporal branch هذا temporal branch emerges from the upper end هاي upper end of parotid و zygomatic والvocal والmandibular emerge from anterior border هاي zygomatic والبوكل والمانديبيلر لاني واحد اثنين ثلاثة هذا تيمبرال برانش من الاور بوردر الزايجوماتيك والبوكل والمانديبيلر ايمرج فروم انتيرير بوردر هاي الانتيرير بوردر من هذني هاي الانتيرير بوردر هاي الانتيرير بوردر اوف ذا باروتيد جلاند السيرفايكل هذا السيرفايكل هذا الخامس اللي هو emerge from the lower end هاي lower end the apex mantle gland يعني جوا الانجل of the mandible emerge from the lower border of the gland. هسه رجعنا هذا الدايجرام السكشن اللي هو هذا الميديال الداخل الميديال هذا وهذا الانتيرير بارت وهذا البوستيرير بارت وهذا اللاترال بارت هذا اللاترال بارت هذا الفيشال نيرف موجود. نوتس ذا ارينجمنت اوف ستراكشر وذين ذا باروتيد جلاند هاي مهمه تيجي بالام سي كيو الارينجمنت اوف ستراكشر الاجزاء الموجوده وذين ذا باروتيد جلاند اللي هو الاكسترنال كاروتيد ارتري از ذا ديبست اند رانس فيرتيكلي هذا هو ذا ديبست ستراكشر اند رانس فيرتيكلي بالجلاند يصعد من الجوة إلى من الأسفل from inferior aspect to the superior aspect. Retromandibular vein intermediate and runs vertically هذا هو ال intermediate يصير يعني more يعني superficial to the internal carotid هو ال tributaries مالت ال external carotid العفو ال external carotid هم runs vertically but it descend from superior to inferior aspect عكس الارتري من الانفيرير تو سوبيرير اسبكت سوبيرير بوردر هو ديسيند فروم الريترومانديبولار ديسيند فروم سوبيرير تو انفيرير اسبكت الفيشال نيرف ذا موست سوبرفيشال اند رانز هوريزونتالي هذا الفيشال نيرف ذا موست من يخرج من ستايلوماستويد فورامين يفوت بالباروتيد جلاند ويكون ذا موست سوبرفيشال وان ورانز هوريزونتالي افق يعني هوريزونتالي
هاي البكتشرت كلينيكال اناتومي ذا مامبس هو ذا فايرال انفكشن اوف باروتيد جلاند هي الموست ذا موست كومن جلاند افكتد باي ذيس بارو ميكس فيروس اللي هو الفايرال انفكشن اوف ذا باروتيد جلاند يصير بها سويلينج وبين بالموفمنت مالت الماوث واحد وان وان تيك سمثينج دايت اللي هو الاشياء الحامضه كوز بين ان ذا this parotid region يصير very painful tender وهذا البروتيد جلاند يشوف المامس يرفع اللوبيول اوف ذا اير يرفعها اللي فوق حتى تميزها this is والباروتايتس التهاب الغده اللعابيه اللي هي باي viral infection يسمونها المامس الباوع تفتح الماوث من داخل الباوع على الفيست الاوبننج اوف ذا باروتيد جلاند يشوفها اللي هي الاوبننج مالتها يسمونها الستينسن داكت تكون حمراء انفلامد بالمامبس. ناو نجي وكم تو ذا كلينيكال اناتومي كلينيكال اناتومي اوف ذا كلينيكال اناتومي اللي هي اوف ذا باروتيد جلاند شنو المشغلات الكلينيكال اللي اسوشيتد وذ باروتيد جلاند باروتيد سيليفري جلاند ذا انتيميت ريليشن شيب اكو فرد ريليشن شيب قويه بين الفيشل نيرف والباروتيد جلاند يعني متعشقه داخل الستروم مالت التانك مين ذات ذا سيرجيكال ريموفال اوف باروتيد جلاند از ديفيكولت ديسكشن ديسكشن يعني ازاله ديسكشن ديفيكولت ديسكشن ديسكشن يعني شلون واحد ديسكت يعني بالتشريح قبل يسموه انتم ما شايفين التشريح الفايتال اناتومي بالصالات التشريح اللي هو يسمونه ديسكشن تشريح المادة هذا dissection difficult dissection والمشرح يسمونه dissector كان عندنا هو مثلا طالب يعني مجد متمكن من المادة كل جروب بها dissector خاص به dissector هو يجري عمليات التشريح قدام الطلاب ويحضر الستركتشر الواضحة مثلا بالباروتيد جلاند يسوي ديسكشن للليترال سايد مالت النيك ويطلع الفيشال نيرف يطلع بحيث ما يقطعه بحيث يطلع اذا هو جود ديسكتر يطلع البرانشات مالته تكون واضحات حتى يشوفوها الطلاب شيء ريليتد يعني بال يعني تو سين باي بالجروس سبيسمن اللي هو على الجثه الفايتال وان فهذا الـ intimate relationship of the facial nerve للباروتيد ستروما فيصير صعبة بالديسكشن مالته بالنسبة للجراح when a surgeon do operation اكو some pathological process يصير بالباروتيد gland اللي هي tumor مثلا هذا الميكس باروتيد تيومر يسمونه الميكس باروتيد تيومر يصير تيومر كبير باللاترال سايد مالت النيك يصير بالباروتيد ريجن فمن يجي الجراح التريتمنت مالته هو ريموفال اوف ذيس تيومر فيجي يواجه سم ديفيكولتي ان ريموفينج اور ان ديسكتينج ذيس تيومر فروم ذا باروتيد جلاند لان راح يسوي يعني ديفينتلي if he's not a clever surgeon he will do some harm to the facial nerve يقطع احد البرانشات مالت الفيشل نيرف Critically in parotid tumor, the relationship of tumor to the branches of the facial nerve must be defined. لازم واحد يحدد الريليشن للتيومر للباروتيد جلاند للفيشال نيرف حتى يتمكن من تفادي because resection may damage the facial nerve حتى يتمكن من تفادي الدمج للفيشال نيرف هذا التيومر المستمر تيومر يشوفه بالباروتيد جلاند طلعوه بالكتاب اسمه ميكست باروتيد تيومر ميكست باروتيد تيومر اكو انتم شايفين بالحياه اكو ناس عندهم هذا فد سولينج بالباروتيد جلاند كبير هو يسمونه الميكست باروتيد تيومر سام تايم از بري كانسرس هسه نيجي على الباروتيد داكت هاي الباروتيد داكت cleave the gland from the anterior border هاي ال anterior border مالت ال gland cleave the gland from the anterior border midway between zygomatic arch and the angle of the mouth هاي ال midway هذا zygomatic arch وهاي ال angle هاي zygomatic arch وهاي ال angle of the
معروف ميدوي، يعني نصير ميدوي هذه المنطقة الميدوي تليف ذا انجل ذا جلاند فروم ذا انتيرير بوردر ميدوي بتوين ذا زيجوماتيك ارش اند انجل اوف ذا ماوث ات باس فورورد ان ترانسفيرس كورس. هذا تدخل تتقدم الى الامام ترانسفيرس كورس، يعني ترانسفيرس كورس هاي البوكسينيتر مسل at anterior border of the masseter بالانتيرير بوردر مالت الماسيتال، هاي الماسيتر مسل تجي من زيجوماتيك ارش هاي تجي على تغطي اللاترال اسبكت مالت الريمس اوف ماندبل وتجي على انزيرشن بالريمس بالماندبل لور بوردر مالت الماندبل والانجل اوف ذا ماندبل at anterior border of the masseter it turn medially to burst تنعكف الى الداخل تيرن ميديالي تنعكف الى الداخل تو بيرس حتى تثقب البوكل فات البوكل فات اللي هي الموجوده يغطي التشيك والبوكو فرنجيال فيشيا اللي هي الوحيده هاي البوكو فرنجيال فيشيا اللي تغطي المصل اللي هي بوكسينيتر مصل وتجي بعدين من 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 نسوي بيرسينج للبوكو فرنجيال فيشيا اللي تغطي بوكسينيتر مصل اكو البوكسينيتر مصل جواها فتسوي بيرسينج للبوكسينيتر مصل وتدخل للفستيبيول اوف ذا ماوث اللي هي السبيس بتوين انترنال بارت اوف ذا تشيك والابر بارت مالت التوث اللي يسمونه الفستيبيول الدهليز الفستيبيول هي بتفتح مقابل السكند السكند مولر تيث الابر مولر تيث. هاي العلامة الحمراء هذا الالي اوف ذا نوز وهذا الانجل اوف ذا ماندبل هاي الميدوي هاي هنا الالي اوف ذا نوز نقطة هنا وهنا نقطة الانجل اوف ذا ماندبل هاي العلامة الحمراء وهذا التارجس اوف ذا اكسترنال اير هاي التارس يسمونه التارجس اوف ذا اكسترنال اير هذه تصير المسافة اللي تمشي من هنا إلى هذه المسافة المدوية بين الـ of the nose والـ angle of the mouth على هذا الخط على هذا الخط هي تصير الدكت الميدل ثيرد اوف ذيس لاين هاي موجودة السن هاي بالسيرفيس اناتومي بالسيرفيس اناتومي اللي هي الميدل بارت اوف ذا باروتيد دكت بالسيرفيس اناتومي هذا لاين ايماجينري بوينت هنا بالال اوف ذا نوز وهنا بالانجل اوف ذا ماوث وهذا الاميجينر لاين فوت من التارس هذا مالت مالت الاير بالاير فوت اللي جاي يفوت بها للنص مالت المسافه بين الال اوف ذا نوز والانجل اوف ذا ماوث وهو هذا بالميدل تو ثيرد مالت هاي موجوده الباروتيد دكت هاي السيرفيس اناتومي هذا السباتشولا ديفيد فاتحين الماوث ديفيد ذا ماوث هذا الفيستيبيول وهذا الابر تيث وهذا الستينسن داكت اللي هي الاوبننج اوف باروتيد باروتيد سالفيري جلاند هاي بالانفلاميشن اوف ذيس باروتيد جلاند هاي المنطقة تصير ريزد ريد بوبيول تصير حمراء تلتي Sometimes there is a stone obstruct this this opening. يسمونه السليفري ستون. Obstruction of the vein for the swelling of the parotid gland. High stone obstructing sometimes stone obstructing this orifices. يعني يصير بالباروتيد داكت الستون. The parotid duct open into vestibule of the mouth at the level of the upper second molar tooth. Upper molar second, upper second molar tooth. Tooth. Tooth هو السن، السن وteeth هو جمع الأسنان. Tooth يعني مفرد وteeth جمع. Arterial and nerve supply of parotid gland. The arterial and nerve supply of parotid gland. طبعا هو موجود بها ال internal carotid, ال external carotid from a different arteries passing through it. اللي هي ال external carotid وال branchات مالتها. Its substances. The sensory nerve supply اللي يجيها ال auricular temporal.
الايريترال تمبرال نيرف اللي هو جزء من المانديبولار ديفيجن اوف تراجمينال نيرف الكرينيال نيرف نمبر 5 اليوريكلو تمبرال اللي هو يسوي سنسري برانش المن الى هذه الى الباروتيد جلاند. هذا الايريترو تمبرال نيرف اللي هو جزء من المانديبولر يدخل من الفورامين اوفال يطلع من الفورامين اوفال ويدخل للانفرا تمبرال فوسا ويعطي هذا الايريترو تمبرال نيرف اللي هو سنسري برانش يجهز الباروتيد جلاند. هذا السنسري نيرف في الاوتونوميك نيرف سبلاي مالتها الاوتونوميك اللي انتم ما عارفين طبعا الاوتونوميك هم اكو محاضره الاوتونوميك جانجليا مالت الهيب والنيرف هم نعطيكم ان شاء الله محاضره حلوه حتى تعرفون شنو هو الاوتونوميك نيرف سيستم اللي يتكون من سمباثيتك اند بارا سمباثيتك. هذا الاوتونوميك نيرف سبلاي هو سكريت هو موتر يجهز موتر نيرف حتى يسوي سكريشن مال السلايفه يسمونه سكريتو موتور يتكون من باراسمباثيتيك وسمباثيتيك. هسه الباراسمباثيتيك برانش هو بري جانجليونيك فايبر تجي الباراسمباثيتيك الترتيب مالته تجي بري جانجليونيك فايبر تجي هذا بري جانجليونيك فايبر تنحمل تجي تطلع من البرين ستيم تنحمل على جلوسوفرينجيال نيرف الشيء تجي تمشي ويا الجلوسوفرينجيال نيرف والكرينيال نيرف نمبر 9 تجي على الجلوسوفرينجيال نيرف وتجي الجلوسوفرينجيال نيرف هاي بريسمباثاتيك باراسمباثاتيك فايبر اللي يسمونه البريجانجليونيك فايبر تجي على الجلوسوفرينجيال نيرف يحملها وياه وين يوديها للاوتيك جانجليا. الاوتيك جانجليا اول ما يطلع المانديبولر مانديبولر برانش في تو برانش اوف تراجمينال نيرف من الفورامين اوفالي يجي يعطي تو سنسر برانش الى الاوتيك جانجليا. الاوتيك جانجليا احد الجانجليات المهمه الموجوده بالهيد والنيك اللي هي الاوتونوميك جزء من الاوتونوميك نيرف سيستم. من الاوتيك جانجليا هذا البري جانجليونيك فايبر يسوي ريلي داخل الاوتيك جانجليا يعني يتشابك ويا الاعصاب الاخرى ما يدخل بها ويطلع لا يتشابك وياها بالاكو اعصاب بها ريلي بعدين يطلع من عده فايبر يسمونه بوست جانجليونيك فايبر. هذا هو النظام الباراسمباثاتيك سيستم اكو بري جانجليونيك واكو جانجليا واكو بوست جانجليونيك فايبر. بالجانجليا الجانجليا يصير ريلي يعني التصاق بينه وبين الاعصاب الاخرى فيطلع عندك يسمونه البوست جانجليونيك فايبر. هذا البوست جانجليونيك فايبر وين يروح؟ جوين اليوريكلو تمبرا يرتبط ويا اليوريكلو تمبرا نيرف ويدخل للجلاند الباروتيد سالفري جلاند حتى يجهز الجلاند بالسكريتو موتور فايبر الاذر بارت اوف اوتونوميك نيرف سبلاي اللي هو سمباثيتك سبلاي فروم سمباثيتك بلكسز اراوند ذا اكسترنال كاروتيد ارتري. هذا ال الابر سيرفاكال سمباثيتك بلكسس هي تعطي هذا البرانشز اللي هي هذا يسوي البري جانجليونيك والجانجليونيك والبوست جانجليونيك سمباثيتك نيرف. بس بالسمباثيتك جانجليا ماكو ساينابسيس جاست يدخل بالسمباثيتك جانجليا ويطلع البوست سمباثيتك بري جانجليونيك بوست سمباثيتك يطلع بدون ساينابسيس. هاي الصوره الصوره اللي هي توضح الاوتونوميك نيرف سيستم صوره لطيفه. هذا البرين ستيم هاي المدله اوبلانجيتا هذا الجلوسوفرينجيال نيرف اللي هو الكرينيال نيرف نمبر 9 الجلوسوفرينجيال نيرف والسليفري نيوكليوس موجود انفيرير سليفري نيوكليوس مالته موجود هذا البري جانجليونيك فايبر هذا هو البري جانجليونيك فايبر هذا التيمبانيك بلكسس هذا بالتيمبانيك بلكسس بالاير
هو يجي هذا البري جانجليونيك فايبر مال بارا سمباثاتيك سبلاي مال السكريتو موتر وين يتصل بالاوتيك جانجليا يسوي ريلي. شوف هذا يتحد لنا شو اسمه يعني كونكشن بيناتهم يسمونه ريلي، يتحول الى هذا البري جانجليون يتحول بوست جانجليون يطلع وين ينحمل على الايوريكلو تمبرال نيرف ويدخل للباروتيد ستروما برانشات حتى يسوي سكريتو موتر برانشز حتى يسوي سكريشن للسلايف سكريشن للسلايف. هذا الايوريكلو تمبرال. الايوريكلو تمبرال شنو؟ هذا الترايجمينال جانجليا اللي بيها البرانش هذا اللي هو المانديبولار في 2 هذا في 2 في 3 العفو هذا في 2 الماكسيلاري هذا المانديبولار في 2 هذا الماكسيلاري في 2 في 3 المانديبولار والماكسيلاري في 2 وهذا اوفثالميك في 1 اوف تراجمينال هاي تراجمينال جانجليا هاي تراجمينال جانجليا. فهسه تراجمينال نيرف هو يجهز السنسيشن عنده موتر برانش وميكس نيرفي يجهز المسل اوف ماستيكيشن التمبراليس والتيريجويد والماسيتر الى موتر برانش الى موتر برانش والبقيه يجهز سنسيشن بينما الفيشل نيرف يجهز الاول مسل اوف فيشل اكسبريشن باي موتر برانش. هو المسؤول عن حركه العصب السابع هو المسؤول عن حركه المصل of the facial expression. إن شاء الله نشرح لكم على الأوتونوميك إنرفيشن مات الأوتونوميك جانجليا أوف هيد عنك محاضرة حلوة تستفادون من عندها. هسه أنتم عرفت البوليسي أوف الباراسمباثاتيك والسمباثاتيك وكل واحدة الفانكشن مالت. هذا الباراسمباثاتيك تجي هذا من الابر سيرفايكل جروب اللي هي تجي هذا البري جانجليونيك تجي على البلكسس اراوند ذا اكسترنال كاروتيد ارتري وتصعد اللي فوق الستروما مالتل. بالنسبه للبري جانجليونيك والباست جانجليونيك يفوتون بالجانجليا يطلعون من السبانال كورد يفوتون بالجانجليا هنا بس ما يصير بيهم ريلي يعني ما يصير بيهم كونكشن يطلعون بدون كونكشن عكس الباراسمباثيك يصير بيها كونكشن هاي البري جانجليونيك والباست جانجليونيك. هذا الليمفاتيك جروب مالت الباروتيد جلاند. المهم احنا الشيء المهم اللي تعرفونه انه ذا الليمف from the parotid gland reach the upper deep cervical lymph node. هذا السوبرفيشال والانترابروتيد والسوبرفيشال سيرفايكال لينف نود هاي كلها تروح بعدين كلها تدخل لل reach the deep upper cervical lymph node group. شكرا للاصغاء، اتمنى انه ما ضجتوا وتعبتوا من المحاضره لان المحاضره شويه طويله وانتم الباحه تعبانين هم وعندكم محاضرات. هسه اذا اكو سؤال ممكن اكو سؤال عندكم على المحاضره؟ طلاب اكو سؤال على المحاضره؟ تسمعوني طلاب؟ نعم دكتور ما نسمع مسموع طلاب الظاهر انتم مستعجلين على عندكم محاضره بعد لخة وهي محاضره واضحه ترى دكتور المحاضرة واضحة إن شاء الله. يلا يعني نقول مع السلامة. مع السلامة دكتور. مع السلامة يلا مع السلامة.